رجل الأعمال والملياردري الأمريكي الشهير إيلون ماسك يصعد حربه ضد عملاق التكنولوجيا ويشن هجمة شرسة على شركة أبل ويحجب حسابها على منصة التغريد الشهيرة إكس. العديد من المغردين والصحفيين انتقدوا هذه الخطوة وكتب بعضهم: مرحبا بكم في العالم الحر، هذه هي لعبة القوة البائسة. خطوة إيلون ماسك هذه تأتي إثر إعلان شركة الهواتف الذكية والتكنولوجية أبل عن استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي تحت اسم أبل انتليجنس، ومن بينها دمج تشات جي بي تي في تطبيقاتها. ماسك وصف هذه الشراكة بأنها انتهاك أمني غير مقبول، واعتبرها برامج تجسس مخيفة، وذكر في عدد من تغريداته أن السبب يعود إلى أسباب أمنية ويتعلق أيضاً بخصوصية المستخدم. إيلون ماسك كان أحد مؤسسي أوبن إي آي عام 2015، لكنه انسحب من إدارتها عام 2018 ورفع قضية يتهم فيها شركة الذكاء الاصطناعي بوضع الربح قبل إفادة البشرية.